طيب جيانا كانت تستحق، وهنتكلم على جيانا وهنشوف ايه سبب انحياز الحكم المغربي وملابساته، بس كمان كان في لحظه انسانيه رائعه جدا القنوات الفضائيه اهتمت برصدها. اسره فريال اشرف وهي بتتابع، شوفوا قلب الام وهي بتتابع، تكاد تكون بتلعب مع بنتها وهي في طوكيو لحظه بلحظه. احتفال اسره فريال اشرف بهذه الميداليه الذهبيه التاريخيه كان لازم نوقف معاها. يا رب ربنا يعزيك يا بنتي. 10 ثواني 10 ثواني. السيسو ضاع. لا يعني لا نرى بالتعادل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله عز الجاي ان شاء الله ان شاء الله. خلي مخك حلو ان شاء الله يا بنتي. اربع ثواني اربع ثواني اتعدوا ان شاء الله. ماري 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 بس فيديو ليه فيديو ليه فيديو ليه عشان ايه؟ لا فيديو انت كمان يا هاني فيديو كمان يا هاني. راضين بكل شيء ايه ده؟ دي مش نقطه دي. راضين بكل شيء يا رب. لا هاني اعمل فيديو وانا مش نقطه اهو. انا مش نقطه انا مش نقطه مش نقطه مش نقطه. اربع ثواني اربع ثواني. الله على النبي الله على النبي الله على النبي اللهم صل على النبي. الحمد لله. الحقيقة أنا عايز التغطية المهنية دي هايلة. فكرة محترمة جدا. أنا شفتها على الهواء. لأن أنا كنت بقلب لقيتهم في 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 هذا المنزل وكانت لسه 1-0 ساعة ما قلبت. وتابعت الام وهي عماله بتصر وعينيها بتدمع والاب وهو مش عارف ايه والاخوات بيعملوا ايه. عشت معاهم 3-4 دقايق بانفعالات. لقيتني انا نفسي تترقرق الدموع والله دموعي متاثر من اللي بشوفه. ووصل بينا التوتر اطول 10 ثواني في التاريخ. طبعا اصل كده بتختم. انت بتفكرني بدوره اتن لم تحقق اي ميداليات واخر يوم تجيب 4 ميداليات منهم كرم جابر بقى. واحده فضه واثنين برونز. كرم جابر كرم جابر والباز في الملاكمه فانت انا يعني ملح اتجنن يعني. هو احنا كتير علينا فخلاص فاضل اخر يوم ما حققناش لا فضه ولا ذهب. كل تاخيره فيها خيره. فاول ما الجند جاب الفضه قلت لا يا فرج الله حركنا من البرونز شويه. فلقيتهم بيقولوا بتلعب على البتاع ومتزعل مع الاسره. قعدت اقلب لما القناه لازم تحيا والمخرج لازم يحيا اون تايم سبورت اون تايم سبورت لازم يحيوا على الفكره دي. صحيح. ولو انهم بوظوا لنا اعصابنا يعني. احنا عشنا اللقطه على الهوا. وانا اقول يا رب انا ناقص فرجه على الاهلي على فريال. لكن فرجه فريال بطعم الذهب. صحيح. فتفاجئ ان انت تجيب الذهب. يبقى انت جبت الذهب وجبت الفضه واتنطرت بقى الى مكان تاني يعني لم يسبقك الا قطر بلعيبه مجنسه. انت لعبتك المصريين ومن اللعيبه المجنسه دي لاعب مصري. صحيح. لو كان في صفوفك انت اللي كنت الاول. صحيح. يعني لو اتنقل ده من هنا لهنا. وجيانا لو كانت خدت حقها لكنت جبت 2 يعني. انت تقعد تستخسر بقى في الحاجات وتحسب.